السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم يا أصدقائي رح نتعلم كيفية تصميم 5 أشكال إنفوغراف دائرية في برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ بفيديو اليوم لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وطبعا أصدقائي، عروض العام الجديد بمناسبة العام الجديد 2024 ما زالت قائمة على موقع عالمكم. من حيث الملفات الموجودة على المتجر فيكم أنتم تدخلوا لهون وتشتروا بالخصومات الموجودة. حتى إذا جينا على الدورات ما زالت الخصومات موجودة حتى هذه اللحظة، فيكم تلحقوا حالكم وتشتركوا في هدول الخصومات. في البداية أصدقائي رح نتوجه إلى قائمة إدراج ومن أشكال رح نختار دائرة ورح نرسم دائرة بهذا الشكل. من تنسيق الشكل محاذاة إلى الوسط رح ننزله لتحت بهي الطريقة ونكبره شوي بالعرض وضغط على كنترول بحيث تكبر معنا من الطرفين بهذا الشكل وننزله لتحت شوي. هاي الدائرة رح احطها بدون اطار، والتعبئة رح اخذها بهذا اللون. رح اكرر هاي الدائرة بضغط على كنترول دي من الكيبورد ورح طابق الدائرتين فوق بعض. الدائرة الفوقانية رح احطها باللون الاسود ورح اكبرها شوي وانقر عليه باليمين وراح اعطيه نقل الى الخلفية. بعدين راح انقر عليه باليمين ومن تنسيق الشكل تعبئة راح اعطيه شفافية 81%. تمام. الدائرة الصغيرة الفوقانية راح اكررها كمان مرة تانية بضغط على كنترول دي، راح طابق الدائرتين وراح اعطيه لون ابيض، راح اكبرها شوي بحيث تكون معي بين الدائرتين وحدد مع الدائرة السوداء وانقر عليه باليمين واعطيه نقل الى الخلفية. وبعدين اصير اضبط حجمه بهذا الشكل. بعدين راح احدد 3 دوائر سوا وانقر عليهم باليمين وراح اعطيهم تجميع. راح اتوجه الى قائمة ادراج ومن اشكال راح اختار دائرة مرة ثانية وارسم دائرة بهذا المكان. راح احطها بدون اطار وراح اخذها تعبئة بهذا اللون. راح كرر الدائرة بضغط على كنترول دي، راح طابق الدائرتين فوق بعض، راح اصغرها شوي وراح اخذها بهذا اللون. خليني كمان اصغرها. راح كرر الدائرة مرة ثانية بضغط على كنترول دي واصغرها كمان شوي. ومن تعبئة راح نختار اللون الاغمق وخلينا نصغرها بحيث تطلع معنا الدوائر متناسقة بهذا الشكل. راح احدد 3 دوائر راح اقرا عليهم باليمين وراح اعطيهم تجميع، راح اصغرهم شوي صغيرة وابلش اوزعهم. فعندي هون راح اسويهم 5 دوائر. تمام. هاي الدائرتين بنحددهم بنعطيهم محاذاة الى الاعلى، وهدول الدائرتين كمان راح احددهم راح اعطيهم محاذاة الى الاعلى، وهي من محاذاة الى الوسط. راح احدد هدول الدائرتين وراح اعطيهم تجميع واعطيهم الى الوسط. بعدين فك التجميع، هدول الدائرتين تجميع محاذاة الى الوسط، بعدين فك التجميع بحيث انه يكون المسافات معي متناسقة. خليني بس هدول انزلهم كنت شوي هيك. تمام. هلا أصدقائي راح نقوم بتعديل الألوان. فعندي مثلا هاي الدائرة الغامقة راح أخذها بهذا اللون. تمام. هلا يا اصدقائي في شريحة مسبقا انا عديتها، فعندي هون خريطة راح اخذها كنترول سي كنترول في اكبرها واقرا عليها باليمين واعطيها نقل الى الخلفية. راح اسف الالوان. عندي هون العنوان كنترول سي كنترول في احطه بهذا المكان.
عندي هون النصوص Ctrl C Ctrl V، أوزع النصوص وأغير ألوان العنوان تبع النص. تمام، وبعدين راح نتوجه الى هون وراح نجيب الايقونات كنترول سي كنترول في، وراح نلونهم باللون الابيض وراح نرتبهم بهذا الشكل. بعدين اصدقائي راح احدد كل الدوائر مع الايقونات مع الخريطة، وراح انقر عليهم باليمين وراح اعطيهم نقل الى الخلفية بحيث يطلعوا الدوائر معي خلف الاشكال. ولهون يا اصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. للحصول على هذا القالب من موقع عالمكم، رابط الموقع راح يكون بوصف هذا الفيديو. كان معكم عبد السلام صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.